راه حشومه شي انا نتمنى ان يشدني مخزن ويخلي دار بويا وما يضربنيش واحد شمكاري يقتلني على ولادي. شي انا كدار ما يشدني جوندارم ولا بوليس يخلي دار بويا ما عنديش مشكل ونخرج بوجه احمر. ودادي وانت رجاوي وانت مالك مالك في كاين المشكل حشومه فكر لي راه عنده وليات ضيعتي في الشباب وضيعتي الوالدين حالته لا يرتلى مكرفس واحد التكرفيسه ديال الله والحق. انا بالنسبه لي هذاك الشيء نكون نحضر هو نادو بزاف بزاف اش من عاد حنا فيه اخويا اش من عاد واش محشوماش انت رجاوي ولا ودادي راني خوك مسلم راني ولد دربك وضربني دير لك الحاله راه حشومه انت السيد اش داير ليك كاع اش حشومه جاي من الخدمه مسكين تلقى لي انت ودادي وانت رجاوي وانت مالك مالك في كاين المشكل حشومه فكر لي راه عنده وليات ضيعتي في الشباب وضيعتي الوالدين واش محشوماش هاد الدراري ضايعين لنا تاعنا راه حشومه هادشي اللي كيديروا فيه والله الا عيب عليهم والله الا عيب الله ياخذ فيهم الحق. ما نقدرش واش نوصل لك من طيب الخلق شي اللي قلت لك ربما راه انسان ما عرفتش كيفاش غنشرح لك والفم ديال العار ما عندوش ودرجة كل شيء كيحبو ومن الكبير حتى الصغير ومن الكبير حتى الصغير واحد الدرجة ما عرفتش كيفاش غنوصفو ليك والحمد لله هذا يعطيه الله ودا الله ما عندنا ما ندير. فاش شو ديك التنفيذ ديال الضرب شي حوار بينك وبين شي حاجة فاش كان مضروب لقينا مكومة مسكين لقينا مكرفس كنقول لك ما رجلي والله العظيم من رجلي درجة فتولي ومضروب مسكين لصدرو لاش مسكين شاف سخف ديك الساعة كيفاش؟ سخاف كلهم عائلته كلهم راه مسكين الله ميت عليه بنته ما كملش 6 اشهر صغر منه اكبر منه وهو الصغير وزاد ضعف ولده راه حشومه اش من حاله حنا ولينا فيها خويا وانا بيني وبينك هذا حقوق الانسان خصو يحيد خاصنا الزلاط مهم زلاط بيني وبينك والله العظيم الجندرم ساكن راه تقهر الجندرم راه تقهر وقسم لك بلاد ما طلعش الشلالات ولا تيبقاو فيك لا الشلالات ولا 17 راه حشومه راه حشومه راه حشومه شي انا نتمنى ان يشدني مخزن ويخلي دار بويا وما يضربنيش واحد شمكاري يقتلني على ولادي. شي انا كدار ما يشدني جندرم ولا بوليس يخلي دار بويا ما عنديش مشكل ونخرج بوجه احمر كتقول راه غنخرج سالم متى شدك شمكار يبرك عليك بالسيف ولا بالجنويه شنو غتنتظر منه غيخلي فيك شي حاجه صحيحه حتى اللي بغى يدفنوك ما غيلقاو فيك والو. هادشي راه ما خدامش اخويا هادشي راه ما خدامش بيني وبينك هادشي راه ما خدامش خاصو حل خاصو حل خاصو حل اخويا نتمنى من الله نتمنى من الله هادشي كلشي يشوف هاد الراي العام ويشوفوا في هاد الراي هادشي خصو يتحيد حقوق الانسان خصو يتحيد راه ولا عندنا العلم بزاف راه يقدر يتلقاو لاي واحد يقدر يتلقاو الانسان دايزي يقدروا يتلقاو لي ولا طرت واحد المرات كيحبسوها هادشي مكاري لو طرت كيحبسوها راه حشومه وما الكريساج ما نعاودش الكريساج اش دايرين راه ثابت الشلالات لواحد الدرجه ما نعاودش لي الحبس كيدخل الحبس وكيخرج كيقول لك انا ندخل نمشي نخرج نبيات شويه ونخرج ديو تاخذوا بدين امهم الجبال هذوك اللي مخدمين تراكسات وبوكلانا تيديو دين امهم يربطوهم بالسلاسل يجبدوا امهم يحفروا بهم هذوك الجبال يتقبوا بهم راه حشومه كيخرج صحيح مبودر مع راسه ما خاصها حتى شي حاجه وسيرت الدار معاه هادشي راه ما خدامش اخويا والله ما خدام واسمحوا لي يا اخويا هاد الهضره اللي كنقول الله الله يرضى عليه الله يرضى عليه الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه الله يرضى عليه كندعو ما بالرحمه ودي داكشي عمر تقاد لي ما عندنا ما نديرو عمر تقاد سمعنا الخبر قالك تعالوا تعالوا راه ولد عبد الكبير راه قتلوا الدراري علاش على الكره هذا الشيء اللي كاين هو مع مسكين شنو كيشجع وين فرح كيشجع هو كيشجع الوداد هو مع الوداد قتلوه من والله اعلم ما حاضرين جاو وليدي ما نكذبو ما غادي نكذبو الله اعلم انا صحابو شكون اللي قتلوا الله اعلم ما نكذبوش الله اللي عالم هذا الشيء اللي كاين هو هذا الله يرحمه الله يوسع عليه الله يرضي عليه الحاله ديال الام تاعو مسكينه كده العالم ما نقولكش لا الام ولا الخواتات ولا هذا راه عمو هذا راه عمو بالنسبه للام تاعو مسكينه كده الحاله صحيحه اش غادي نقول لك الحاله ما تشوفش فيها الله يرحمه الله يغفر ليه والله يجدد لي الرحمات تقول الناس اللي قتلوه هذو الصحاب وهاد الناس اللي قتلوه الله ياخذهم الحق هاد السيد مسكين ما تعدى عليه ما معدي مور الصلاه والدين في الوقت ديالو ما متعدي والو كيصلي مسكين كيجي من الخدمه كيصلي وكينعس الصلاه ثاني ما والو ما بليش الدري ما كيكمي ما بليش هنا كان بلي ملاقات البلا نقول لك اودي راه ملاقات البلا راه ما بليش صح انا خدام على والدي خدام مسكين على والدي راه بلي مسكين خدام بواحد واحد المكازا طولي ما بلي ما والو قال
شي اختها مسكينه يلاه ماتت. يلاه عام باقي ما كملش الخد ديالو، باش الخد ديالو باقي ما كملش عام بيناتهم. مرضت مسكين، مرض ديال الله، الدري هو مسكين هو تبعها. الله يعمر دار هذاك السيد. انا ما كنتش حاضر لهذا الشيء، من السيد كان خدام معنا في الكراج، خدام مع الدراري في الكراج، والدراري قالوا لي ما تمشيش. والله يعمر دار هذاك السيد، ما عمرنا شفنا منه شي كلمه ديال العيبه دي الصراحه ديال الدري. الدري تيخدم داخل سوق راسو، هذاك الدري ما يستاهلش هذه الموشه بحال ما هكايا، وما تعداو عليه. نبغيو حقنا حنا، الشيء اللي باغين بغينا هذا السيد، تنطالبوا بهذا السيد بحقه، هذا الشيء اللي باغين هذا السيد. داروا عندهم علاقه بالكره، الوداد والراجا كانوا دايرين شي احتفال تقريبا كاع، كان هادشي اللي قالوا الدراري كانوا دايرين شي احتفال، وكانوا دايرين شي احتفال وكانوا ضاربين مع بعضياتهم، والسيد طاحوا. هادشي اللي تيعاودوا الدراري ما حاضرش لهادشي. اش بغيت تقول هادوك اللي قطعوا على ود الكره؟ اش بغيت تقول لهاد؟ وايا شوف راه شي حاجه مهم، تبع الكره راه هذيك غير فرقه، راه غير فرقه، حتى تحب الوداد حتى تحب الراجا هذيك راه غير فرقه. علاش غادي تقتل السيد غتضيع على والدي وغد حشومه كاع العائله ديالك؟ وخوا السيد مسكين قدر الله، دابا قدر الله كيتصرف. اجا السيد مسكين الله يرحمه، ضربوا شي وحدين تما، دوروه مع شي 10 واقيلا ضربوا، كانوا مشاهدين مع بعضياتهم، بقى هو الاخر مسكين تما قتلوه. فين مشات شي فين بلاصه؟ وانا تقريبا حتى شي 10 ديال الليل تما في المشروع، 10 ديال 10 ديال الليل تقريبا بحال ما قلت. انا كنعرفو فيش ضرباش خايبين مسكين في الصدر تاعو. مسكين مضروب في الصدر ديالو هنايا، محل في الستر ديالو، والبطن ديالو توا محل فيه. عرفنا شنو خاص السيد، جيت انا لقيتو ميت من تما، طلع الناس ميت في البلاصه. الحاله ديال باسمان با مسكين سخف البارح ملي شاف با مسكين، دابا القدر الله مسكين ما دينا باش غيدير، دابا القدر الله دابا شنو هادشي.